استاذ احمد، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، اهلا بيك، بحييك وبحيي كل متابعينك في كل مكان. طب خليني ابدا معاك يا احمد، ردك على اللي بيقول لك ان يعني الزمالك دلوقتي مظلوم، واحنا مش آلة حربيه ولا مكن كهرباء علشان خاطر نلعب بالشكل ده، ودي مؤامره على الزمالك لضيع الدوري. وانا مش متعود اخلي حد يرد من الاهلي او من الزمالك يرد على الاهلي، ولكن بس كان نحط الامور في نصابها. عندما الاهلي تحدث واتكلم في الملف ده، نفس الاشخاص دول حاربوا بشكل قوي جدا وقالوا ان دي مؤامرة علينا الاهلي، ما فيش حاجة اسمها الغاء مباريات او تأجيل مباريات، لا ما فيش اي حاجة. يمين او ردك عليهم ايه يا استاذ عبد الناصر؟ يعني كان فين هؤلاء الاشخاص لما كان النادي الاهلي بيلعب مباراة كل اقل من 3 ايام، وكان بيفقد كل مباراة لاعب واثنين بسبب الإصابة، ما بين شد عضلي وما بين إرهاق وما بين ضغط مباريات في شهر رمضان مع صيام، مع يعني كان فين الكلام ده؟ والأهلي بيرجع من أفريقيا في أقل من 3 أيام بيلعب مباراة، ويرجع يسافر اسكندرية، ويرجع من اسكندرية يسافر مباراة تاني، كان فين الكلام ده كله؟ والنادي الأهلي أول نادي كان طلع بيان بيؤكد إن ضغط المباريات ده مش في صالح الكرة المصرية كلها، ولا أهلي ولا زمالك ولا إسماعيلي ولا أي نادي، والمنتخب هيكون أكثر يعني الأمور تضررا، هيكون في المنتخب القومي بقيادة الكابتن حسام البدري. فضغط المباريات الناس دلوقتي مش علشان فقدت نقطتين وابتدوا يحسبوا بالورقه والقلم، ايه ده؟ ده الاهلي عنده 6 ماتشات مؤجله يلعبهم، يبقى اول الدوري بفرق 4 نقاط، فالموضوع ابتدى يتأزم. لا، الموضوع من بدري واضح ان ضغط المباريات هيكون صعب على الكل، وهيفقد كل الفرق نقاط بسبب الارهاق وبسبب الاصابات، وده النادي الاهلي كله عانى منه. لكن دلوقتي ابتدوا يحسبوها بقى شويه، ايه ده؟ الاهلي عنده 6 ماتشات مؤجله يكسبهم يبقى متقدم ومتصدر جدول الدوري مرتاح بفارق 4 نقاط، اذا نبدا بقى نعمل ازمه، نبدا نتكلم على ارهاق، نبدا نتكلم على ضغط المباريات. بدل ما يتكلموا كانوا اتكلموا وقت ما كان النادي الاهلي بيعاني، يتكلموا على بدائل يكون عندهم لدكه البدلاء، تعويض للاصابات، تعويض للمصابين، تعويض للايقافات، يشوفوا حاجات تانية تفيد ناديهم قبل ما يصدروا ازمه ويداروا على مشاكلهم. انا هنا برضو مش بتكلم عن اشخاص او بتكلم عن نادي، انا بتكلم على حاله الدوري المصري كله كان بيعيشها، والنادي الاهلي اكتر واحد بيعاني منها. احنا بنتكلم النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا، وكان عنده كاس عالم للانديه، وبيلعب في سوبر افريقي، وبيلعب دوري، وبيلعب كاس. اكتر نادي تضرر وخسر نقاط سواء بقى بسبب ضغط المباريات او بسبب التحكيم، محدش يتكلم في النقطة دي تماما. يعني معلش، مع احترامي لكل الأشخاص في النقطة دي بالذات، كل واحد يحط لسانه جوه بقه، لأن النادي الأهلي أكتر نادي تضرر من الضغط المباراة، أكتر نادي خسر نقاط مباريات ومن الإصابات ومن حتى أخطاء الحكام. فمحدش دلوقتي يتكلم عن أخطاء الحكام ولا يتكلم عن ضغط المباريات، لكن للأسف لما ابتدت الصورة توضح وابتدى نزيف النقاط يستمر والأزمة ابتدت تكبر وحسوا الدوري ايه ده الأهلي هيركب 4 نقاط، ابتدى الموضوع ايه يتبلور في مشكلة وفي أزمة. لكن الأهلي أكثر المتضررين بمنتهى الأمانة، ولسه يعني حتى تفتكر يا عبد الناصر لما اتكلمت معاك قلت لك الأهلي لسه هيفقد نقاط، والزمالك كمان هيفقد نقاط، لأن الضغط المباريات ده وكلنا فاكرين تصريحات سيد عبد الحفيظ لما قال، وانا قلت يا جماعه احفظوا التصريح ده كويس بتاع سيد وقتها، قلت يا جماعه احفظوا التصريح ده كويس، لما قال الحمد لله اللي احنا طلعنا بهذه الخسائر، لان كان يمكن ان نخرج بخسائر اكبر، لان دي مرحله لا يمكن ان يتحملها فريق في العالم. صح. والاخ اللي طالع يقول لك اصل لعيبه الزمالك مش اله ومش مكان 3 ايام في الغردقه والسويس واسكندريه، طب هو النادي الاهلي مش كان بيرجع من افريقيا يلعب مباراه بعدها بيومين 3، وفي شهر رمضان وكنا بنسافر وكان في ارهاق وكان في مصابين؟ دلوقتي لعيبه الزمالك مش الات؟ امال الاهلي كانوا ايه ساعتها بقى؟ وكان كاس العالم للانديه يعني الموضوع بس ايه، بلاش نلعب على مشاعر الناس ونبدا الناس متضايقه، فيلا ادي اللي يريحهم، اديهم الحقن اللي هتهديهم تظبطهم وتتبسطوا ويدوني لايكات ويسقفوا لي ويساندوني ويدعموني. لا، هو الموضوع مش كده. القرارات يا ابو حميد، دايما القرارات الجريئه والرجاله هي التي تتخذ القرارات دون ان تنظر لردود افعال سوشيال ميديا. قرارات مصيرية بتهم الناس ومستقبلها وعائلاتها ومستقبل الكورة،
إذا نظرت إلى السوشيال ميديا وإرضاء البشر فيها فأنت خاسر لكل شيء. اللي عايز يكسب احترام ربنا الأول واحترام الناس وهو واقف أهم قدام حاجة. المراية يتقي الله ولا ينظر إلى البشر، لأن خلي بالك ممكن النهاردة الناس تنظر لكلامي ولا لكلامك إنه مؤامرة، زي ما نظروا لي زمان إنها مؤامرة لحد الزمالك. دلوقتي أنت على المزاج فبقيت بتنصر الزمالك، يجي حد تاني يقول لك مش متكلم ليه في قضايا الاهلي، فلا لن ترضى لن ترضي البشر، وانما اعمل دائما على ارضاء رب البشر. عندي كام سؤال قبل ما اسيبك تتكلم، هل تأجلت مباراة انبي والاهلي؟ تأجلت رسميا مواجهة النادي الأهلي مع إنبي في الكاس، ده وفقا لقرار اتحاد الكورة. يعني كان برضو أجل مباراة الزمالك مع مصر المقاصة في دور الثمانية، وبرضو أجل طبعا يعني مباراة بيراميدز بعد عودته من طبعا رحلة نيجيريا وإصابات كورونا. فبشكل رسمي النادي الأهلي أعلن حتى، واتحاد الكورة أبلغ النادي الأهلي وأبلغ نادي إنبي بتأجيل مواجهتهم في الكاس. طبعا الامور صعبه جدا وضغط المباريات صعب جدا، علشان كده اتحاد الكوره دعا لاجتماع خلال ساعات انا لسه مع كنت رؤساء اقول لك الانديه. رد فعل الاهلي، هل جالك رد فعل من الاهلي على اجتماع النهارده الساعه 12 الاثنين؟ الاهلي هيلبي الدعوه، ويعني ربما يكون الكابتن محمود الخطيب متواجدا، وربما يكون الاستاذ طارق قنديل، يعني خلينا نقول لسه احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هيكون متواجد في هذا الاجتماع. النادي الاهلي دايما ايده مدوده لمصلحه الكره المصريه، النادي الاهلي دايما بيساند دايما بيدعم، وبالتالي الاهلي ما عندوش اي مشكله، الاهلي عايز يجد حلول، وده اللي كان الاهلي بيقوله في البدايه. الناس دلوقتي مستغربه وبتقول ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ ما ده اللي كان بيقوله الاهلي في الاول، والاهلي اكثر واول المتضررين. فالنادي الاهلي ما عندوش مشكله اي حاجه في صالح الكره المصريه، برضه بما لا يضر او بما لا يخالف في لوائح معمول بيها. يعني ما ينفعش في لائحه تقول اكثر من 2 لعيبه ينضموا للمنتخب وساعتها له الحق في تاجيل المباراه. طب الاهلي يلعب ليه؟ ما في لائحه بتقول من حقه التاجيل، ولذلك في لوائح الكل يجب ان هو يلتزم بيها، ما فيهاش بقى ايه خيار وفاقوس، لا ده على الكل، ودي العدالة، دي الفير بلاي اللي لازم اتحاد الكرة يسعى لتطبيقها. يعني حتى لو هو مش عايز، لا يضغط على نفسه شوية ويسعى لتطبيقها. يعني طيب خلينا نقول برضه اسالك، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، العلاقه بيني وبين الاهلي داخل الملعب فقط وخارج الملعب كلنا اصحاب واصدقاء، احنا فاتحين ايدينا سواء بتهنئه اللجنه الاولمبيه او الاهلي، وبنحترم وبنقدر النادي الاهلي وما بنحبش التعصب، كل واحد يشجع فريقه في حدود الصح. هذا منذ قليل، جاءنا منذ قليل، وزي ما قلت في مرحلة جديدة في البلد، مرحلة للتسامح للتصالح لأن الناس تنسى كل الخلافات. اللي مش عايز يصدق ويعيش في الخلافات هيخسر كتير، ولكن اللي قادم مختلف تماما عن اللي راح. ده تصريحات حسين لبيب، لو ليك تعليق سريع يا أبو حميد. تصريح محترم طبعا من شخص محترم، وده اللي احنا بقى عايزينه يبقى موجود في كل قنواتنا الفضائية وكل إعلامنا وكل اليوتيوب، الكلام الجميل المحترم ده. يعني شفنا ازاي مجلس إدارة نادي الزمالك واللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ حسين لبيب هنى النادي الأهلي بعد الفوز بالسوبر الأفريقي، لفتة كانت جميلة ما كناش بنشوفها. شفنا النهاردة النادي الأهلي كالعادة سباق برئاسة كابتن محمود الخطيب بيقدم تهنئة لنادي الزمالك بعد فوز الزمالك ببطولة أفريقيا للسلة، هو ده الاحترام. النادي الأهلي النهاردة قال لك نتمنى دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن، وما فيش أحسن من كده وما فيش احترام أحسن من كده. هو إحنا بنتخانق؟ دي رياضة يا جماعة في الآخر، لكن للأسف الناس خدت الرياضة وكأنها معركة حربية. بقينا دلوقتي بنتفرج على الماتشات ايا كانت اللعب وكأن في يعني طيب. خلاص ياتل يا ماتول. طيب جاءني الان عبد الناصر محمد مدير الكره في نادي انبي، تلقينا خطابا رسميا من اتحاد الكره بتاجيل الاهلي وانبي في كاس مصر لاجل غير مسمى. كمان في سؤال مهم يا ابو حميد عايز اسالك فيه برضه قبل ما اسيبك للاخبار، الاهلي والمقاولين عندك كلام انها اتاجلت ولا في ميعادها؟ لا اتأجلت برضه مباراة الأهلي والمقاولين، تم التأجيل، وده برضه وفقا لخطاب يعني من اتحاد الكورة، وأرضه الكابتن عماد النحاس كان تحدث وقال هذا التأجيل كمدير الفني المقاولين عرب طبعا، قال في مصلحة طبعا الرياضة المصرية اتحاد الكورة بشكل رسمي. المباراة دي في الجولة 26 من الدوري كان المفروض تبقى 14 يونيو، اتحاد الكورة أرسل خطاب قال إن لم يستقر على الميعاد الجديد، يا محمد ولكن
تم التأجيل بشكل رسمي، لأن زي ما حضرتك تعلم طبعا في فترة توقف دولي، يعني المفروض من 31 مايو ل 15 يونيو، وبالتالي والاتحاد التونسي كان خليه يجي راكب لي شحن. اتفضل. الاتحاد التونسي كان استدعى علي معلول، كمان المنتخب المالي استدعى اليو ديانج، النهارده بنتكلم المغرب بدر بانون، وبالتالي اللوائح واضحه للكل. اتحاد الكوره اعلن قبل كده تاجيل مباراه الاهلي في الدوري مع البنك الاهلي، وبعد كده اجل مباراه الاهلي واسوان، والتاجيل الثالث الاهلي والمقاولين العرب، وفي نفس الوقت بعدها تم تاجيل مباراه الاهلي وانبي في كاس مصر يعني. طيب برضه يا ابو حميد، انا الان مصدر مسؤول في مجلس خبراء التحكيم بالاتحاد الافريقي الكاف، تقدمنا الى لجنه الحكام بطلب رسمي للامانه العامه باسم لجنه الحكام للاتحاد الافريقي لتطبيق تقنيه فيديو الحكم المساعد فار في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، وبذلك الاهلي والترجي ذهاب وعوده في وجود الفار. يا ابو حميد تعليقك. طبعا حاجه بننتظرها من البدايه، وكان حتى التأكيدات في الاتحاد الافريقي ان الدور قبل النهائي والنهائي ان شاء الله يكون بيه الفار، واعتقد ده هيبقى انصاف سواء للنادي الاهلي او للنادي الترجي. نتمنى بس ان الفار في رابس ما يكونش فيه مشكله زي ما بيحصل دايما. زي ما حضرتك تعلم يعني الاهلي هيقابل الترجي 18 يونيو في الذهاب نهائي نصف النهائي. على فكره جات لي دعوه رسميه وهكون في تونس. طيب ربنا يكرم ان شاء الله. تيجي معايا؟ يلا بينا، بس انا اخر مره كنت هناك اتغلبنا 3، فما رايي نغير شويه. لا بص اوعى تحط في دماغك التفاؤل او التشاؤم، ده من عند الله يعني، لانه الرسول نهى لا وماله، بس الرسول نهى عن التطاير. ده كان يوم افريقيا كلها كانت عايزه الاهلي يتغلب. كانت الامور صعبه جدا. لا 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 بص، اولا رئيس الوزراء ورئيس الدوله، بص اخواننا التونسيين حبايبنا، مش عايزين نالف في الماضي. صديقي خليفه سلطان رئيس مجلس اداره شركه الجزيره وجه لنا الدعوه، وساكون في تونس وساشهد مباراه الاهلي باذن الله والترجي في تونس، وأعمل لكم تغطية ملهاش حل بإذن الله. يا جماعة إحنا في حتة تانية، سيب اللي يتكلم يتكلم، والنبي بصوا إحنا مستعدين للنقد وبنتحمل السهام ولن نرد على أحد. إحنا مش بنعمل تصالح مع فرد عشان نخسر تاني حد، إحنا في حالة تسامح مع الجميع. اللي بينتقدنا حقه علينا، واللي زعلان مننا حقه علينا، واللي حاسس إن إحنا خذلناه يسامحنا، ما يعرفش ظروفنا إيه يعني، هذه أمور شخصية، دعوا الأمور تمشي في معيتها وسيبوا الكون لصاحب الكون، ولا تدخلوا في أمور الناس الشخصية، لأن كل واحد عنده اللي مكفيه. أي حد شتمني مسامحه، وأي حد بينتقدني مسامحه، وأي حد حاسس إن أنا خذلته حقه عليا وبص على دماغه. الأيام ستثبت لك ما هو في الباطن، وستعلم وقتها أننا جبال، ومن يتحمل كل هذه السهام هو جبل لا يعنيه إلا الله. لا يعني المصالح بتتصالح، سبوبة قبضنا، مرتشين علينا، سيديهات اتعرينا، اتفضحنا، مسامحين اي حد قال هذا الكلام، ولن نرد إساءة بإساءة. حتى أصحابنا لهم منا كل الاحترام والتقدير، واللي عايز يركب على كتفنا احنا مسامحينه، واللي عايز ياخد بنط علينا احنا مسامحينه، واللي عايز يتاجر بينا احنا مسامحينه، واللي افتكر المبادئ علينا احنا مسامحينه، واللي عامل فيها راجل علينا احنا مسامحينه. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه، من غره زمن ساءته أزمانه. أنا كالجبل لا أهتز، ولكن أختار الأوقات التي أرد فيها، والأوقات أنا الوحيد التي أختارها، لا يجبرني أحد أن أرد، ولا يجبرني أحد أني أنا أروح لملعبه. كل حد بيشتمني مسامحه، وله مني كل التحية والتقدير، وأتحمل فوق تحمل البشر، ولكن تذكروا كلامي جيدا، الأيام ستثبت لكم أن اللي قدامكم أرجل من ما يتخيله بشر، والتضحيات لا تعرف إلا الرجال، والرجال هم الذين يضحوا عندما تطلب منهم التضحية، لأنهم يعرفون قيمة الرجولة وقيمة الحرب
وقيمة السلام عندما يكون في صالح ناس كثيرة جدا، حتى ولو كان ضد شعبيتهم وضد رغبتهم، ولكن يقبلون على التصرف لأنهم يعلمون جيدا أن في التضحية شيء خير لناس كثيرة جدا 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 جدا. وربنا سبحانه وتعالى هيثبت لكم ما وراء كلامي دون أي تفاصيل. أستاذ أحمد روح بقى للي عندك في النادي الأهلي. طبعا أخبار النادي الأهلي كل يعلم زي ما حضرتك قلت، في اجتماع في اتحاد الكورة خلال الساعات القادمة لتحديد موقف الدوري العام. كان الأستاذ أحمد نجاب طبعا قال إن ما فيش نية إلغاء جدول الدوري العام وما فيش نية إلغاء بطولة الدوري العام، فالنادي الأهلي طبعا هيكون حاضر هذا الاجتماع لمناقشة مصير مباراته. طيب في الفترة القادمة ما بدل اتكلمت في دية، خليني أنفرد معاك بإيه اللي هيحصل بعد ساعات انفراده. بصوا يا جماعة، أحمد مجاهد بعت لنا مقترحاته إقامة 5 جولات في الفترة من 5 إلى 29 أغسطس المقبل، وخلال الأسبوع الأول من سبتمبر بعد انتهاء أجندة سبتمبر يستكمل الكأس. يعني بص، أول اقتراح، أنا بنفرد معاكم باقتراحات الاجتماع، 5 مباريات في الفترة من 5 إلى 29 أغسطس. الثاني، الأسبوع الأول من سبتمبر بعد انتهاء الأجندة الدولية يستكمل الكأس بحيث ينتهي في الأسبوع الثالث من سبتمبر. الأهلي حسم قراره، ده اللي جاني، بأن مباريات المؤجلة، قائلا إذا تأجلت مباريات أخرى للأهلي سيمتد الدوري إلى منتصف سبتمبر ولكن لن نتجاوز الموعد المقترح. وكمان بعت لنا أحمد مجاهد، الأندية اللي بتستأسهل كلمة التأجيل رغم أنها مشكلة ستواجه أزمات عدة. هو ده اللي مقترح بكرة، لا النهاردة الساعة 12، لا في إلغاء ولا في أي حاجة. فضل أبو حميد. طبعا بحييك على انفرادك، وهننتظر يعني اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية لمعرفة كل تفاصيل الفترة القادمة. خلينا أخبار النادي الأهلي. يعني في البداية طبعا بنقول لمحمد محمود لاعب النادي الأهلي الحمد لله على السلامة، تعافي من فيروس كورونا بشكل نهائي. زي ما الكل يعلم النادي الأهلي واخد راحة 48 ساعة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي على حساب فريق نادي البركان. يعني البطولة كانت غالية على النادي الأهلي، بتعود بعد 7 سنوات علشان توصل عدد البطولات القارية في النادي الأهلي ل22. بطولة كانت مهمة أستاذ عبد الناصر، وزي ما حضرتك ذكرت حتى في اللايف اللي انت عملته في ليبيا، يمكن صورة الكابتن محمود الخطيب وهو لابس ميداليات اللي كل اللعيبة اهدتها في حركة عفوية ليه، وصورة الكابتن محمود الخطيب وهو بيذكر لله شكرا في قطر، كل دي أمور يمكن لحد دلوقتي ترند وكل الناس بتنشرها وكل الناس بتتفرج عليها، حاجة محترمة. يعني بندارك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، يمكن أنا بعت له على المستوى الشخصي وكل مجلس الإدارة بصراحة عملوا شغل محترم، لأن الفوز بالبطولة زي دي في التوقيت ده أمر يحسب للمجموعة كاملة، سواء مجلس إدارة، جهاز فني، لاعبين، كل المنظومة. يعني زي ما حضرتك قلت واتكلمنا على المواجهات، تأجيل لقاءين بي في الكأس، وبالتالي المفروض مباراة النادي الأهلي القادمة يعني في رابط طبعا مباراة الترجي التونسي 18 و 19 يونيو، العودة 25 أو 26 في القاهرة مع الترجي التونسي. بشكل كبير جوميز حكم هيكون هو حكم المباراة الذهاب، ورضوان جيد بشكل كبير برضو هو لا يحكم لقاء العودة. ما فيش إعلان رسمي ولكن المؤشرات خارجة من الكاف بخصوص هذا الأمر. يعني تمام. بخصوص الإصابات، والكل للأسف تعزم كده مع نهاية لقاء السوبر الأفريقي بخصوص إصابة محمد هاني وخصوص إصابة أفشة. خلينا نوضح برضو بس تسلسل الأحداث. الأهلي رفض يعمل أشعة للثنائي في قطر، قال بعد العودة يتعمل لهم أشعة، وبعدها ب 48 ساعة عودة الفريق للتدريبات يتعمل لهم أشعة تانية علشان يتحدد البرنامج العلاجي والاطمئنان بشكل كامل على البرنامج. أفشة خلينا نوضح أن الكدمة القوية اللي تعرض ليها في الكاحل تم التشخيص، هي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للكاحل. فترة غيابه يعني احنا بنتكلم حوالي 3 أسابيع إلى شهر، دي الفترة اللي أعلن عنها الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي. طب إصابة محمد هاني، هي إصابة عبارة عن شد في منشأ العضلة الأمامية، هيحتاج برضو حوالي شهر أو 3 أسابيع من أجل التعافي والعودة للمشاركة في المباراة. إذن الثنائي مهدد بالغياب عن لقاء مباراة الترجي التونسي، مباراة الذهاب في رادس
ولكن خلينا نكون متفائلين، النادي الاهلي زي ما انا بقول هينتظر عوده الفريق للتدريبات، هيعمل خليني اقول لك قفشه منذ قليل اهو، واحنا في سهره حلوه معاك يا ابو حميد، قفشه يكتب منذ دقيقه، قفشه او منذ دقائق، الحمد لله على كل شيء، لطف ربنا سبحانه وتعالى ان مع العشر مع العسر يكون في يسر، ولطف ونعمه، اصابه بفضل الله ليست خطيره، فرصه نتذكر نعم الله علينا وراحه اجباريه من عند المولى عز وجل، وفرصه ان نؤكد على نعمه الصحه والعافيه، اهم النعم، ربنا يديمها عليكم وعلينا. شكرا جدا لكل الناس اللي سالت وكل الرسائل الجميله، الحمد لله على كل حال، ان شاء الله العوده اقوى وقريبا. نرجع تاني بعد اللي كتبوا افشى على انستجرام وقول لنا دلوقتي بنسبه كام مش هيلحق. يعني نسبة انه مش هيلحق يعني تفوق 70-80% انه ما يقدرش يلحق مباراة الترجي الاولى، لان زي ما انا بقول يعني احنا بنتكلم المدة الغياب قد تصل الى، ولكن احنا دايما حتى يعني ده اللي بيحصل في اصابات الملاعب، الامور بتتغير، بيبقى في مستجدات لما بيتحدد برنامج تاهيلي ويبدا يعمل العلاج الطبيعي والتدريبات التاهيليه، احيانا بعض اللعيبه بيكون استجاباتهم اسرع شويه فيبدا يعمل الريكفري والعوده بتكون اسرع على غير المعتاد. فطبعا النادي الاهلي يامل بتواجد طب يعني للاسف جاءني رسميا الان يا ابو حميد، ان لا جاءني رسميا، انا بكلمك رسمي، جاءني رسميا ويحزنني ان اعلن ذلك لانه خبر صادم للاهلاويه، جاءني رسميا غياب افشه لمده اسبوعين. ده بشكل رسمي غياب افشه لمده اسبوعين كده، افشه خارج مباراه الترجي الاولى. هو ده الطبيعي، يعني احنا لو خدنا الاصابات بشكل طبيعي قفشه ومحمد هاني مش هيقدروا يلعبوا مباراه الترجي التونسي. والله بص انا لا يعنيني محمد هاني عشان ابقى صادق معاك، لان انا شايف ان محمد هاني وان كان بيعجبني في اوقات، ولكن في المباريات الاخيره في حاله تصيط اعلاميه غير معبره عن مستوى محمد هاني في الملعب، يعني مباراه سان داونز يا احمد الجبهه بتاعت هاني كانت شوارع، وهي الجبهه الوحيده اللي كانت عامله لنا قلق. خليني بمنتهى الامانه في بعض المباريات بتوع منه، لكن محمد هاني برضه ليه. ايوه انا بقول لك، ما انا اكدت لك على كده، يعني يمكن تكون فرصه. الراجل يزعل مننا بس؟ لا والله لا ما اقصدش، بقول لك يمكن يكون اختبار الله ان يكون فرصه لاجاده احد، لان برضه هاني محتاج راحه، وانا عجبني افشف كلامه لما قال هي لحظات نتذكر فيها الله ونتقرب اليه وراحه اجباريه. صح دي حقيقه، يعني قفشه لاعب كبير، واعتقد الاهلي هيتاثر بغيابه بشكل كبير جدا، لانه لاعب محوري وهو اللي بيحرك وترمومتر الاداء في النادي الاهلي. محمد هاني برضو من اللعيبه المميزين، ليه اخطاء لكن يعني وجوده كباك يمين وكظهير ايمن طبعا لا غنى عنه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يجد بديل الفتره القادمه. موسيماني هيقدر يحضر بشكل كويس لمباراه رابس، يبدا يستعد ليها بشكل كويس، يبدا يجهز البودلاء، عنده اجاييه، يعني ان شاء الله يكون في بدايل يقدر يشتغل بيهم في المركز ده بشكل كويس، يعني سواء كظهير ايمن او حتى كصانع لعب مكان افشه. طيب خلصت كده؟ لان في حاجه عايز اناقشك فيها. خلصت؟ خليني برضو معلش بعض الاخبار سريعا، نيدفيد الحمد لله بيشارك في التدريبات بشكل كويس، محمد محمود ان شاء الله مع عوده الفريق للتدريبات برضو هيبدا يشارك، مفيش اي مشكله. محمد برضو اتكلم ناس كتير عن عروض وصلت لقفشه ووصلت لمحمد شريف، النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي ان يعني مفيش عروض وصلت للثنائي بشكل رسمي. طبعا امر كويس ان يتقال كلام من ده، لكن النادي الاهلي حتى هذه اللحظه لم يصل لعرض رسمي بشان قفشه او محمد شريف، لكن في كلام مع وكلاء اعمال الثنائي طبعا، وفي حاله وصول اي امر رسمي طبعا هيتم الامر عرضه على لجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب. برضو سريعا خلينا نوضح، يمكن وكيل اعمال اليو ديانج طبعا نادر شوقي تحدث عن ان ما فيش عرض وصل لاليو ديانج للدوري الفرنسي، قال ان في عرض ب 8 مليون دولار، قال الرقم ده مش منطقي، لكن هو بيتوقع ان يصل عرض كبير للاعب في الفتره القادمه، خصوصا مع تالقه في النادي الاهلي وان هو لعيب صغير في السن ويقدر يحترف في اوروبا، لكن في نفس الوقت قال ما فيش عرض رسمي وصل بخصوص هذا الشأن.
برضو يمكن يعني النادي الاهلي يعني جزاء عبد الناصر مركز جدا عن الاستعداد لمباراتي الترجي. كابتن محمود الخطيب هيكون في اجتماع مع موسيماني وجهاز الكوره علشان يبدا يحدد اليه الاستعداد الفتره القادمه لمباراتي الترجي التونسي، وفي تنسيق بصراحه محترم جدا مع السفاره التونسيه هناك، يعني دايما بيبقى ليهم مجهود محترم في استقبال النادي الاهلي وبحث كل التركيبات ان شاء الله في تونس يعني.